اتفاق مصري إماراتي على تشكيل فرق عمل لصياغة الاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة. بوتين يؤكد استعداد روسيا تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية شرط رفع العقوبات. وليفربول يلتقي ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الفرنسية باريس. الثالثة عصرا في القاهرة والواحدة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع الزميلة دارين مصطفى. مرحبا دارين. أهلا دينا، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. ومن العناوين إلى التفاصيل، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمدينة أبو ظبي مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي، وكذلك على صعيد التعاون الثلاثي مع الأردن في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصياغة التفاهمات والاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تم مناقشتها خلال المقابلة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص على وجود أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي يأتي بهدف التعرف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة. أشار مدبولي إلى أن المرحلة الراهنة تشهد قيام الدولة المصرية بفتح المجال للاستثمار الخارجي والزيادة من مساهمة القطاع الخاص، وأضاف أن الحكومة تعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات في إطار نهج الدولة المصرية في هذا الشأن. وأن من المقرر أن يشارك مدبولي في فعاليات الاجتماع الثلاثي، والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين كل من مصر والأردن والإمارات. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن القطاع الصناعي المصري يشهد تطورا ملموسا خلال المرحلة الحالية بفضل نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي تضمن تحقيق طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية. وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن مصر تمتلك حاليا العديد من المدن الصناعية المتخصصة، ومن بينها مدينة الجلود بالروبيكي، والتي ستجعل من مصر مركزا لتصنيع الجلود بدءا من الدباغة ووصولا إلى المنتج النهائي. مشيرة في هذا الإطار إلى أنه قد تم الانتهاء من إنشاء 100 مصنع جاهز لتصنيع المنتجات الجلدية تامة الصنع. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 386 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 67 طن مواد غذائية، وضبطت الحملات الأمنية 10 أطنان مواد غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وأكثر من 57 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 609 قضايا، من بينها 127 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت 156 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري السفير آسياكا عبد القادر إمام سكرتير عام منظمة الدول الثمان النامية للتعاون الاقتصادي، حيث هنأه شكري على توليه منصبه مؤخرا، كما هنأه على الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس المنظمة، معربا عن دعم مصر لأعمال المنظمة وأهدافها. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون بين مصر والمنظمة في الفترة القادمة، حيث أعرب الوزير شكري عن التطلع إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في كافة مجالات اختصاصها، لا سيما تعزيز حركة التجارة والاستثمار. التقى وزير الخارجية سامح شكري بوفد مجلس الأعمال المصري الكندي. رحب شكري بقيام الوفد بزيارة إلى كندا قريبا لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدا بتنامي العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية خلال الأعوام الماضية، ودفع قدما بهذا التعاون إلى آفاق أرحب. افتتحت اليوم نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة. وللمزيد ينضم إلينا من البحيرة مراسل أكسترا نيوز إبراهيم عزت. إبراهيم أهلا ومرحبا بك إلى هذه النشرة. حدثنا أكثر إبراهيم عن القيمة التاريخية لمسار رحلة العائلة المقدسة، وماذا عن التحديثات التي افتتحت اليوم بخصوص نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون في مدينة البحيرة؟ نعم، شكرا جزيلا لك دارين. نحن هنا نتحدث إلى حضراتكم في أحد أهم الأديرة التابعة لمحافظة البحيرة. بداية نحن على البوابة الرئيسية لدير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون، وهو أحد الأديرة التابعة لأديرة وادي النطرون والتي يبلغ عددها أربعة أديرة. نتحدث عن الأهمية الكبرى التي يعني يحظاها هذا المشروع بصورة عامة، إحياء مسار العائلة المقدسة والذي افتتح صباح هذا اليوم هنا في محافظة البحيرة. بصورة عامة 2000 كيلو متر هي المساحة الإجمالية لرحلة العائلة المقدسة التي يعني خاضتها هنا في مصر يعني منذ قرون للاحتماء، والتي احتمت هنا في مصر من بطش هيرودس. ولكن هذا المشروع الذي حولته الدولة المصرية لمشروع يعني سياحي ضخم، والذي يحظى باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بضرورة إعداد مسار وطريق خاص بهذا المشروع حتى يتسنى للسياح أخذ البركة، وأيضا يتسنى للسياح إدراج هذا المشروع لمشاريع الحج يعني كما يحدث في عدد من الدول الأخرى. نتحدث أيضا زميلتي دارين عن ما يخص محافظة البحيرة تحديدا، ونحن هنا صباح هذا اليوم لافتتاح هذا المشروع بنتكلم على 25 نقطة بصورة إجمالية في 8 محافظات. محافظة البحيرة 35 كيلو متر دير الأنبا بشوي ودير السوريان ودير البراموس هي أهم الأديرة التي تحوي هذا المشروع. تم إعداد يعني المشروع بصورة عامة تحديدا من إعداد إنارة للمكان المؤدي لهذه النقاط، إعداد أيضا رصف طرق، وكذلك يعني كل ما يؤهل البنية التحتية لاستقبال الوفود واستقبال السياح خلال الفترة القادمة. نتحدث أيضا عن المشروع، هناك يعني تصريحات يعني حكومية اليوم التي تخص هذا المشروع بالانتهاء منه في محافظة البحيرة، واللي بيبلغ 35 كيلو متر بصورة يعني إجمالية فقط هنا في محافظة البحيرة هي نصيب يعني رحلة العائلة المقدسة
المقدسة بتكلفة ما يقرب من 80 مليون جنيه. أيضا بنتحدث على قدسية الممر وأصالة التاريخ الذي أدمجتهما مصر في هذا المشروع الضخم لإعداده. بنتحدث ليس فقط في محافظة البحيرة ولكن في 8 محافظات مصرية، هناك نقاط لمسار العائلة المقدسة بصورة مبدئية. اليوم تم الافتتاح هنا في محافظة البحيرة، واليوم كان هناك ربما إن تحدثنا عن النقاط الأهم هنا في دير الأنبا بشوي وهو أحد أهم الأديرة كما ذكرنا، هناك بحيرة الحمراء، وهذه البحيرة التي سميت نسبة للقرية التي تتواجد وهي على بعد أمطار قليلة من هنا. هذه البحيرة هي من أملح البحيرات في العالم بعد البحر الميت، ولكن هناك يعني بئر شرب منه السيد المسيح، وهذا البئر إلى الآن ما زال يعني ينتج المياه العذبة من بين مئات الكيلومترات في هذه البحيرة. إذن نقاط عديدة ومشروع يعني عديد. أخيرا أختم بأيضا أن هناك لجنة يعني تم إعدادها لإعداد ملف كامل عن هذا المشروع لتقديمه لليونسكو، يعني استعدادا لإدراجه للسياحة العالمية والسياحة الدينية بصورة عامة من قبل منظمة اليونسكو. هذه هي الصورة من محافظة البحيرة وتحديدا من دير الأنبا بشوي. مرة أخرى إليك. نعم إبراهيم، يعني مصر تزخر بالعديد من المزارات التاريخية الجاذبة للسائحين على الدوام، ولا شك أن الدولة لا تألو أي جهد في تطوير واستثمار هذه المواقع وتلك المزارات. كنت معنا من البحيرة مراسل أكسترا نيوز الزميل إبراهيم عزت، شكرا جزيلا لك. أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أجروا مكالمة هاتفية مشتركة بحثوا خلالها الوضع في أوكرانيا. وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الفرنسي والمستشار الألماني باستعداد روسيا لتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية شرط رفع العقوبات المفروضة على موسكو. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت إن واشنطن تختلق أزمة غذائية في أوكرانيا مع محاولتها سحب احتياطيات كييف من الحبوب وبالتالي حرمان أوكرانيا منها. وقالت زخاروفا إن الغرب يتسابق لإخراج الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، معتبرة أن اتهام موسكو بمحاصرة موانئ بحر أزوف والبحر الأسود لا أساس له. أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع. نتابع المزيد في هذا العرض للزميلة داليا أبو عميرة. أهلا بكم. تحذيرات مستمرة يطلقها برنامج الغذاء العالمي بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية جراء الأزمات العالمية المتواصلة، معتبرا أن ذلك الارتفاع يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع. تومسون فيري المتحدث باسم البرنامج قال إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار تفاقمت بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18%. المتحدث رجح أيضا أن يتفاقم الوضع أكثر إذا ظل سعر سلة الغذاء المرتفعة، موضحا أن البرنامج سيتأثر كذلك إذا استمرت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع، إذ ستزداد تكلفة شراء الغذاء للجياع أكبر وسيزداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية، إضافة إلى أن الموارد المالية الحالية لن تدوم طويلا.
اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى توفير 75% من حجم الحصص الغذائية المقدمة إلى حوالي 400 ألف شخص من المحتاجين للمساعدة، كما حصل 46 ألف لاجئ على حصة تتراوح بين 50 و75% منذ مايو 2019. البرنامج أشار أيضا إلى أنه من بين التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وقف تصدير الأسمدة، وهو ما سيتبع ضعف الإنتاج الزراعي في مناطق كثيرة حول العالم، مؤكدا ضرورة الاستثمار في المجال الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل من السلع الاستراتيجية. وتحتاج المنظمة الدولية إلى 3.4 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الحيوية في شكل نقود غير مشروطة إلى 48 ألف لاجئ وطالب لجوء، وذلك لمدة 5 أشهر من أغسطس حتى ديسمبر 2022 متوقعة احتياج العالم لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وحتى سنة للتعافي من أزمة الغذاء بشرط انتهاء الصراع الروسي الأوكراني. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن تحذيرات برنامج الغذاء العالمي من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية جراء الأزمات العالمية المتلاحقة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. قالت شركة غاز بروم الروسية إن إمداداتها من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول ساوتغا بلغت 43 مليون و960 ألف متر مكعب. وأضافت شركة غاز بروم أن أوكرانيا رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول رئيسية أخرى هي سخرانوفكا. أكد فريق خبراء من مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس البريطانية أن السبب الرئيسي وراء وضع العملة الروسية القوي هو ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى الدفع بالروبل للحصول عليها. وقال الفريق البحثي أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعوض انخفاض الصادرات الروسية، وأشار إلى أن روسيا تتلقى نحو 20 مليار دولار شهريا من صادرات الطاقة. ومنذ نهاية شهر مارس رضخ العديد من المشترين الأجانب لقرار دفع ثمن الطاقة بالروبل، ما أدى إلى زيادة أخرى في قيمة العملة. تشهد الولايات المتحدة في الوقت الحالي انخفاضا في الطلب على البنزين من جانب الجمهور بسبب ارتفاع أسعاره، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات. ووصل الطلب على البنزين أساسا متجددا لمدة 4 أسابيع إلى أدنى مستوى له خلال هذا الوقت من العام منذ عام 2013، باستثناء فترة تفشي وباء كورونا في عام 2020 وبالمقارنة مع مستويات العام الماضي، فقد انخفض الطلب على البنزين داخل أمريكا بنسبة 5% تقريبا. حذر السفير الروسي لدى واشنطن أنتولي أنتونوف الولايات المتحدة من إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى لما لذلك من تداعيات لا يمكن التنبؤ بها على الأمن العالمي. وقال السفير الروسي إن بلاده تأمل في أن تتغلب الفطرة السليمة والتفكير الصحيح لدى الجانب الأمريكي بمسألة الإمداد المزعوم بأسلحة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، معربا عن أمله في ألا تتخذ واشنطن مثل هذه الخطوات التي وصفها بالاستفزازية. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أعلن أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم أوكرانيا بمعركتها ضد العملية العسكرية الروسية. وقال كيربي إن القتال يستدعي حاليا أسلحة بعيدة المدى، وأن الولايات المتحدة تصب تركيزها على توفير المعدات والإمدادات المطلوبة، معلنا تسليم أوكرانيا حاليا 100 مدفع هاوزر إلى جانب عدد من الأسلحة.
قال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده بدأت في تلقي صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من الولايات المتحدة، مضيفا أن الأسلحة ستدعم القوات التي تتصدى للعملية العسكرية الروسية. وقال الوزير الأوكراني إن صواريخ هاربون لن تعزز الدفاع عن سواحل بلاده فحسب، بل ستستخدمها فرق مدربة، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيلها إلى جانب صواريخ نيبتون للدفاع عن سواحل البلاد بما في ذلك ميناء أوديسا الجنوبي. أعلن الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مقاطعة ليمام بشرق أوكرانيا. جاء هذا التطور بعد أن خاضت القوات الأوكرانية والروسية قتالا من أجل السيطرة على البلدة الواقعة في منطقة دونباس لعدة أيام. يذكر أن مدينة ليمون تكتسب أهميتها من أنها نقطة تقاطع رئيسية في الشرق الأوكراني. اتهم مسؤول روسي الولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية على الأراضي الأوكرانية، مشددا على أن موسكو ستضع حدا لمحاولات واشنطن إملاء شروطها في البحر الأسود. وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون إن القواعد البحرية الأوكرانية كانت اسمية فقط إذ تم بناؤها وتحديثها في الواقع بتنسيق من الأوكرانيين، معتبرا أن العملية الروسية ستضع حدا لمحاولات واشنطن لكسب موطئ قدم وإملاء شروطها في البحر الأسود. بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الدعم الدفاعي لبلاده وفك حصار الموانئ الأوكرانية. وقال زيلينسكي إنه تحدث مع رئيس وزراء بريطانيا حول تعزيز الدعم الدفاعي وتكثيف العمل على الضمانات الأمنية وإمداد أوكرانيا بالوقود، مشددا على ضرورة العمل سويا من أجل منع حدوث أزمة غذاء. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة الأدميرال غورشكوف أطلقت من مياه بحر بارنتس صاروخ تسيركون فرط صوتي على هدف في البحر الأبيض وذلك خلال تدريبات بحرية. وقالت الوزارة إن الصاروخ نجح في إصابة هدف بحري يقع على مسافة نحو 1000 كيلومتر. We'll be right back.
شاركت بريطانيا في تدريب عسكري بحضور 17 دولة في أوروبا الشرقية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن قواتها المسلحة تشارك في تدريب عسكري تشارك فيه 17 دولة بقيادة الولايات المتحدة. هذا وذكرت الوزارة أن تدريب الرد السريع يتم في مختلف أنحاء أوروبا الشرقية. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عملية عسكرية لتفتيش قرى تابعة لناحية خان بني سعد غربي بعقوبة بمحافظة ديالى، وذلك لملاحقة فلول تنظيم داعش. وأضافت القيادة أن العملية تجرى بالتنسيق مع الفرقة 11 التابعة لقيادة عمليات بغداد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية نجحت في تدمير أوكار ومخابئ للإرهابيين، كما نجحت في صد هجوم إرهابي شمال المقدادية. قال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن القوات الأمنية العراقية بدأت تطبيق رؤية ومفهوم جديد للتعامل مع الإرهاب. وفي تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أوضح الخفاجي أن تلك الرؤية تبدأ من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وحتى توجيه ضربات استباقية لبؤر الإرهاب. القوات الأمنية العراقية وخصوصا هذا العام بدأت برؤية واستراتيجية جديدة ومفهوم جديد للتعامل مع الإرهاب، وهذا المفهوم يبدأ بمعلومات استخبارية مهمة تحلل وتدقق وتترجم هذه المعلومات إما إلى ضربات جوية دقيقة من قبل سلاح الجو العراقي أو إلى عمليات نوعية عن طريق الأجهزة اللي موجودة في القوات المسلحة العراقية بواسطة الإنزال الجوي أو بواسطة العمليات التي تعتبر عمليات مفاجئة للعدو. وهذا ما تمكننا من خلال عمليتين، الأولى القبضة والمطرقة الحديدية اللي كانت في جغرافية ووادي شاي وجنوب غرب كركوك، وهذه المنطقة هي جغرافيتها صعبة جدا، لذلك استخدمنا نوع من القوات اللي هي القوات الخاصة العراقية في الجيش العراقي، واستطاعت أن تصل إلى مناطق وإمكانيات وقدرات الإرهاب وتدمر هذه المضافات وتستطيع أن تقتل من تقتل وتلقي القبض على من تلقي القبض. يعقد الاتحاد الإفريقي قمة استثنائية في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو تركز على تحديات الإرهاب والتطرف العنيف بهدف اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لدعم البلدان التي تواجه الآثار الشديدة للإرهاب. تجري القمة تقييما للتهديدات وآليات الاستجابة واتخاذ قرار بشأن الإجراءات والتدابير المحددة لتعزيز الأمن الجماعي للدول الأعضاء ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن استراتيجية واشنطن تجاه الصين، والتي أكد خلالها أن بلاده لا تريد مواجهة أو حربا باردة مع الصين، مشددا أنها ستدافع عن النظام الدولي وستعمل على إصلاحه. نتابع المزيد في سياق العرض التالي الذي تقدمه لنا الزميلة داليا بعميرة. أهلا بكم.
في وقت بلغ التنافس بين الولايات المتحدة والصين مستويات غير مسبوقة، جاء خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول رؤية بلاده الاستراتيجية تجاه الصين ليزيد حالة السجال والتوتر القائمة بين البلدين. أبرز ما تضمنه الخطاب أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تملك الرغبة لتغيير النظام العالمي وتملك أيضا القوة المتصاعدة لتحقيق ذلك. وأعلن بلينكن خلال إنشاء هيكل جديد ضمن وزارة الخارجية الأمريكية حيث تمت تسميته بالبيت الصيني، ومهمته التنسيق السياسة الأمريكية بشأن الصين. بكين من جهتها سرعان ما ردت على بلينكن واعتبرت أن خطابه محاولة من الولايات المتحدة لتشويه سمعتها، متهمة بلينكن بنشر معلومات خاطئة وأنه تعمد تضخيم ما وصفه بالتهديد الصيني فضلا عن التدخل بالشؤون الداخلية لها وتشويه صورة سياستها الداخلية والخارجية. وتمثل تايوان نقطة خلاف أساسية بين البلدين، حيث تنتقد الولايات المتحدة التهديد المتزايد من جانب بكين تجاه الجزيرة ومحاولة عزلها دوليا ومنعها من المشاركة في منظمات دولية، فيما تؤكد الصين أنه لا مجال للتهاون أو تقديم تنازلات في أمور تتعلق بسيادتها ووحدة أراضيها. يأتي ذلك على وقع أقوى التصريحات وأكثرها صراحة لدعم تايوان منذ عقود، حينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتدخل عسكريا إذا ما غزت الصين تايوان. ولا يتوقف التوتر بين الولايات المتحدة والصين على القضايا الجيوسياسية، لا سيما في تايوان وبحر الصين الجنوبي، إذ تعد قضايا الأمن الإلكتروني من بين بواعث القلق بين البلدين أيضا، وتلقي بظلالها على السياسة الاقتصادية والاستراتيجية. فخلال العام الجاري اتهمت الولايات المتحدة الصين بالوقوف وراء هجمات إلكترونية وعمليات اختراق ضخمة للبيانات استهدفت مؤسسات وكيانات اقتصادية أمريكية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لتبعات الخطاب الأمريكي حول الصين وما تلاه من سجال بين الدولتين. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات بدون أي رسوم، كما أوضحت أنه لا توجد أي رسوم يتحملها طلاب الجامعات خلاف المصروفات الدراسية المقررة وفقا للكلية التابع لها الطالب. أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية اتخذت خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك ضمن الاهتمام العالمي المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن. وأشارت وزارة البيئة إلى عقد سلسلة اجتماعات مع وفد بنك التعمير الألماني لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات. افتتح وزير البترول طارق الملا محطة الوقود الجديدة بشارع 90 بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين في ظل ما شهدته المنطقة من تطوير في محاور الطرق. أكد وزير البترول أنه يتم العمل على تطوير محطات الوقود بمصر ضمن منظومة متكاملة لتصبح علامات مميزة على الطرق ودليلا إرشاديا يخدم حركة المواطنين ويقدم لهم خدمات متكاملة. أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد أن العلاقات المصرية الأوزبكية شهدت تقدما ملحوظا خلال السنوات الماضية، خاصة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى جمهورية أوزبكستان في عام 2018.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالمنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان عبر الفيديو كونفرنس. وأوضحت السعيد أن المؤتمر يأتي في وقت مناسب لمناقشة القضايا المتعلقة بالفقر وإيجاد حلول لمزيد من سياسات النمو وخلق فرص العمل الفعالة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 3 ملايين طن هذا العام، حيث بلغت خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 25 من مايو الجاري نحو 3,115,312 طنا. وأضاف القصير أنه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية لجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبصل. تواجه صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية انخفاضا في مستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية خلال العام الجاري. وقال رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا إنه لم يعد من الممكن تحقيق توقعات النمو لعام 2022، والذي تم خفضه بالفعل من 7% إلى 4% في شهر مارس. هذا وأرجع المسؤول الألماني السبب في هذا التراجع إلى عدة مخاطر، منها الأزمة في أوكرانيا والإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد. الآن وقفة مع أخبار الرياضة. لكل عشاق كرة القدم، يستعد فريقا ليفربول وريال مدريد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم. من المقرر أن يقام النهائي في ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس. ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس على موعد مع واحدة من المواجهات الكلاسيكية المثيرة على الساحة الأوروبية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. ليفربول وصل إلى نهائي تشامبيونز ليج بعد أن تمكن من إقصاء فياريال الإسباني من الدوري نصف النهائي بنتيجة 5 أهداف مقابل 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. أما ريال مدريد فقد نجح في الوصول إلى النهائي بعد أن تخطى عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. الريتز يخوض النهائي الأوروبي بعد أقل من أسبوع على ختام مسيرته في الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، وذلك بعد إحرازه ثنائية الكأس المحلية، كما فاز نجمه المصري محمد صلاح بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة ذاتها. من جهته حسم الفريق الملكي لقب الدوري الإسباني قبل نهاية الموسم ب4 مراحل كاملة، ما منح الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد بشكل أكثر هدوءاً للنهائي الأوروبي. وفي ظل المستوى المتميز الذي قدمه كل من الفريقين هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، يبحث ليفربول عن التتويج السابع له في دوري أبطال أوروبا، بينما يطمح ريال مدريد في الحصول على اللقب الرابع عشر له
في مباراة مثيرة يصعب التكهن فيها بهوية الفائز. هذا ورصدت كاميرا إكسترا نيوز أجواء استعدادات بلدية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس لنهائي دوري الأبطال بين فريقي ليفربول وريال مدريد. بدأت الجماهير صباح اليوم في التوافد إلى محيط ستاد دو فرانس الذي يستضيف المباراة. يعتبر ستاد دو فرانس هو خامس أكبر ملعب أوروبي، وتم تصنيفه كملعب 5 نجوم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لا يرغب في الانتقام من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا. من الجيد أن تكون قد لعبت نهائيات من قبل بالتأكيد، لقد قلتها بعد أن فزنا بنهائي 2019 ضد توتنهام. في جميع النهائيات التي لعبها فريقي من قبل لعبنا كرة قدم أفضل، لكننا خسرنا. لذا يجب أن نتعلم كيف نفوز بالنهائيات وقد فزنا ببعضها. نحن أكثر خبرة وربما هذا جيد. لا يمكن أن تكون الفكرة الرئيسية أننا نريد الانتقام. هذه الأشياء غير مفيدة. تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مواجهة الليلة مع ليفربول، موضحا أن فريقه يعرف كيفية التعامل مع تلك النوعية من المباريات. أعتقد أن لدينا نفس حافز نهائي لشبونة 2014، لكن التوتر قبل المباراة أقل هذه المرة. نشعر بأن الأمر طبيعي. الوصول إلى هذا النهائي كان مهماً للغاية بالنسبة للنادي. قضينا بموسم جيد للغاية ونشعر بالهدوء. اللاعبون يعرفون كيفية التعامل مع تلك النوعية من المباريات جيداً، وبإمكان اللاعبين المخضرمين مساعدة الشباب. هذا ويتفوق ريال مدريد على حساب ليفربول بفارق ضئيل في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين قبل النهائي المرتقب في دوري أبطال أوروبا الليلة. دعونا نتابع المزيد في سياق العرض التالي.
رصدت كاميرا اكسترا نيوز توقعات الجماهير الفرنسيه لنهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول الانجليزيه وريال مدريد الاسباني. نتابع. انا من ايرلندا الشماليه وجئت خصيصا الى باريس لحضور المباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا، واتوقع ان ليفربول هو الذي سيربح الليله بنتيجه هدف مقابل لا شيء، واتوقع ايضا ان محمد صلاح هو الذي سيحرز هدف الفوز. جئت اليوم لباريس لحضور المباراة النهائية مع أصدقائي، أتوقع فوز ليفربول بنتيجة 3-1 وأن يسجل صلاح 3 أهداف. ريال مدريد سيفوز الليلة بنتيجة 3-2 وبنزيما سيحرز هدفين. أنا أشجع مدريد وبنزيما. ستحتضن العاصمة الفرنسية باريس نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة عبر التاريخ. نتابع في العرض التالي كل النهائيات التي استضافتها عاصمة النور. توقعت السلحفاه الصفراء البالغه من العمر 30 عاما في مدينه مالاغا الاسبانيه توقعت فوز ليفربول على ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا، حيث اعد القائمون على رعايه الحيوان اناءين يفصل بينهما حوالي متران مع وجود ورقه من البروكلي في كل اناء تمثل احد المتنافسين في هذا النهائي. عند إنزال الإناءين إلى البركة والتي كانت فيها السلحفاة وصلت السلحفاة إلى الجزء الذي كان يشير إلى صورة الفريق الإنجليزي. يواصل فريق الأهلي تدريباته بالمغرب على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي في إطار الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي المقرر الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت بعثة النادي الأهلي قد وصلت إلى المغرب مساء الأربعاء استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الوداد. يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والفوز بالبطولة للمرة 11 في تاريخه والثالثة على التوالي. أما الزمالك فيستضيف نظيره الإسماعيلي اليوم في الجولة 21 من الدوري الممتاز. يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، بينما يوجد الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 18 نقطة.
تختتم اليوم فعاليات الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي الدولي. كان المهرجان قد عاد إلى جدول أعماله التقليدي بعد اضطرابات جائحة كورونا على مدى عامين، مما يثير أمال القائمين على صناعة السينما بأنه سيؤذن بعودة الجماهير إلى دور العرض. في ختام هذه النشرة نذكر حضراتكم بأبرز العناوين. اتفاق مصري إماراتي على تشكيل فرق عمل لصياغة الاتفاقيات حول مشروعات الطاقة الجديدة. بوتين يؤكد استعداد روسيا لتصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية شرط رفع العقوبات. وليفربول يلتقي ريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالعاصمة الفرنسية باريس. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كان معكم في هذه النشرة دينا زهرة وأنا دريم مصطفى، وإلى اللقاء.